صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم ما كاينش درس، اليوم وصلني هذا اخيرا، فبغيت نعمل الفيديو نقول لكم شكرا. شكرا للناس كامله اللي دعمتني من الاول، بقات كتخلي لي تعاليق مشجعه، وكذلك عملت هذا الفيديو باش نتقاسم معكم المراحل اللي دوزت باش وصلت له، وشنو هما احسن الاخطاء اللي عملت باش تحاولوا نتوما تجنبوهم. دونك كيف ما كتعرفوا، الواحد ملي كيحل القناه كيتصدم بشروط، شروط ديال اليوتيوب، وخاصة واحد جوج ديال الشروط اللي هما 1000 مشترك و 4000 ساعات. كنظن بان 1000 مشترك شويه سهله بارابون 4000 ساعه. دونك اسهل طريقه باش تحققوا شروط اليوتيوب هي كاين الناس اللي كتخدم لكم هاد السوايع وهاد لي زابوني. انا شخصيا 3000 ديال الساعه خدمه لي واحد الولد، نقدر نخلي لكم النمره ديالو في صندوق الوصف. هذا ماشي اشهار، انا كنقول لكم انا شنو عملت. دونك 3000 ديال الساعه هو اللي خدمه لي، انا خدمت غير 1000 ساعه وخدمت لي زابوني. كيف ما قلت لكم لي زابوني ماشي صعبين بزاف، دونك انا نخلي لكم النمره ديالو اذا بغيتوا تواصلوا معاه. بالنسبه للبري ديالو، البري ديالو ريزونابل لان انا سولت قبل ما نتعامل معاه. جوني لي بري ديالو مزيانين بزاف، السيرفيس ديالو مزيانين، التعامل ديالو نفس الشيء، كيبقى هو تبعك. هادشي اللي عجبني، كيبقى هو تبعك امندرا شنو عملتي، امندرا واش ربطتي الادسنس، واش تقبلت لك القناه. المهم هو كيبقى تابع، هادشي اللي عجبني اكثر. دونك هذه طريقه، كاينه طرق اخرين. بالنسبه ل 1000 مشترك انا فتشت بزاف ديال لي سيت، مي في الاخر استقرت على واحد لي 3 سيت هما اللي خدمت بهم تقريبا كل شيء. انا غنخليه لكم حتى هما في صندوق الوصف، عاد دخلوا غتلقاو كلشي مكتوب. هادشي كامل اللي غنقول لكم غتلقاوه مكتوب. دونك هاد لي 3 سيت هما اللي خدمت بهم. نصيحه واحده، غير ما تخدموش بالجيميل ديال القناه ديالكم، لان اذا دخلتوا الجيميل ديال القناه ديالكم في هاد لي سيت فكونوا متاكدين بان غيتسرق لكم القناه. عملوا جيميل خاص غير هاد لي سيت باش تخدموا بهم لي زابوني. دونك فوالا. اما ديك لي جروب ديال الفيسبوك ما ننصحكمش بهم، باسكو غير كيعمل لكم لي زابوني، واخا ديك الحلوف وكلشي كيعملوا ابوني، كدوز واحد شويه كيديزابونو. دونك انا هاد لي سيت هما الوحيدين اللي خدمت بهم. ما عرفتش دابا التحديثات اللي عملوا، مي قبل كانوا كتابونا 20 ديال الناس وكيعطيوك هما من عندهم 10، وعندك الحق تعملها كل 12 ساعه، اكتيفي كل 12 ساعه. دونك بلي 3 سيت تقدر توصل حتى 60 ابوني في النهار. سيغت كاين الناس اللي كيديزابوناو، مي ماشي بزاف. دونك انا هادو هما لي سيت اللي خدمت بهم. هادشي فيما كيخص لي زابوني. بالنسبه ل 4000 ساعه خدمتهم صراحه، انا خدمت غير 1000 بحال اللي قلت لكم، و 3000 خدمهم لي الولد. دونك ديك 1000 ديال الساعات انا خدمتهم بابليكاسيون ديال التليفون اللي كتحل لك بزاف ديال المتصفحات في شاشه واحده. غنخلي لكم الاسم ديالو حتى هي غتلقاوها في المقال، وغنخلي لكم حتى الفيديو ديال الشرح ديالو. هذا فيما يخص الناس اللي كيخدموا غير بالتليفون. بالنسبه للبيسي انا خدمت المتصفحات الخفيه، حتى هي انا غنخلي لكم الفيديو اللي كيشرح كيفاش تخدموا بهم. دونك هادشي فيما كيخص الشروط ديال 4000 ساعه و1000 ابوني، انا هايدا خدمت، وهاد الطرق كاملين مقبولين ما تخافوش. بالنسبه من بعد ملي كتوصل لهاد 4000 ساعه و1000 ابوني، ديك الساعه خصك تدوز المراحل باش تفعل القناه. دونك يعطيوك 3 ديال المراحل. المرحله الاوليه غير كتفاليدي الشروط وداكشي، كتعمل اكسبتي وداكشي في ساعته، يعني ماشي صعيبه. المرحله الثانيه اللي هي صعيبه شويه، اللي هي باش تربط الادسنس بالقناه. هذه شويه انا دات لي الوقت بزاف، ماشي شويه. من الاخطاء اللي عملت هي انا ملي حليت القناه عملت حليت نيشان ادسنس، والقناه تعطلت لي بزاف فاش حققت شروط، لان عاوت من بين الاغلاط اللي عملت هي ملي حليت القناه خليتها هيداك تعتمد زعما على نفسها و سنا با مارشي. دونك انا النصيحه اللي نعطي لكم هي ملي تحلوا القناه بداو تخدموا عليها في ديك الساعه، لان قليل الناس اللي كيطلع لهم الزهر وكيحققوا الشروط بلا حتى مساعده. دونك غير تحلوا القناه بداو تخدموا عليها. فوالا. انا هذا هو الخطا كنظن اللي عملت، هو حليت الادسنس مع لاشين في نفس الوقت. دونك لاشين تعطلت لي شي ديمو باش فعلتها جو بونس هيداك. دونك ملي ربطت بالادسنس ترفض لي. انا كنظن بان هذا هو السبب، لان الادسنس بقى شي 10 شهور محلول.
دونك ترفضت لي. الخطأ الثاني اللي عملت، ملي ترفضت لي مشيت عملت ادسنس اخر، طبعا بيانات مختلفة. بالحق الغلط اللي عملت بان عملته بنفس بيسي وعاودت ترفض لي. دونك انا دوزت بزاف الوقت في هذه المرحلة. ترفض لي المرة الثانية، صافي تشائمت. المرة الثالثة ما عاودتش انا عدلته، عطيته لولد نيت اللي خدم لي سوايع، قلت له عافاك واش تقدر تعدل لي ادسنس. صافي هي هذيك عاملة لي في بحال دابا في العشية ولا غدا في الصباح، صافي كان مأكسبتي. من بعد كتدفع لقناة المراجعة، انا ما تعطلتليش واقيلا شي 3 ولا 4 اور دغيا دغيا، حيت ما كان عندي لا مخالفة بالنسبة للموسيقى، كانت من بيبليوتيك ديال اليوتيوب. المينياتور ديالي تصور كل شيء ديالي، دونك ما كان فيها حتى شي مشكل. شي 3 4 ساعات كانت تقبلت لي. صافي ملي كتقبل لك ديك الساعة كتمونيتيزي لاشين ديالك، كتفعل ديك الدولار اللي عندك في لي فيديو وخصك تجمع 10 دولار. 10 دولار صراحة مابقاتش صعيبة، لأن دابا ملي كتقبل لك القناة كيتفاعلوا لك واحد جوج ديال الخاصيات اللي هي سوبر شات وكاينين لا سوسكريبسيون. انا خدمت سوبسكريبسيون يعني انخراط، خدمت بيها. دونك اذا دخلتوا للقناه ديالي غتلقاو فيها ديك ريجوند، اذا بغيتوا تشوفوا مثلا غتلقاو فيها ريجوند جوين انضمام. دونك تقدروا تدخلوا تشوفوا انا شنو عملت تماك. عملت ثلاثة ديال الخاصيات. دونك انا عملت واحده اللي همتني بزاف، هي 150 درهم عملتها. ديك تقدر تشترك، هادي شهر نورمالمون كيكون هاد الاشتراك شهري، بالحق كيت انولا. دونك 150 درهم واحده قبلوها لي. دونك زعما عملت مع اخاي، هو اللي كان شرا هاد، هو اللي عمل لي هاد لا سوسكريبسيون باش حققت بها 10 دولار. شرا هاد الميزه ديال 150 درهم وصافي بها باش اكتيفيت ال 10 دولار. بالنسبه ل 10 دولار ما كتبانلكش في ديك الساعه في الادسنس، لان كاين واحد لا بيريود اللي كيبانوا فيها الفلوس. دونك اذا تعطلت ما بانتش شي، دونك راه ماشي ان بروبليم. فوالا انا هادشي اللي كان، تعطلت لي شويه عاد بانت لي في الادسنس. مور ما بانت ديك الساعه كيعطي لك الاثبات الهويه، حتى هي ما عطاوها لي شي في سابقت حتى لغدا ولا يومين مور عاد طلبوا لي اثبات الهويه. بالنسبه لاثبات الهويه، انا عملت صوره صراحه عملت صوره عاديه ديال التليفون ورديتها بي دي اف. ما عرفتش انا كيف قبلوا لي ديك لا فوتو، باسكو ما كانتش زعما ما كانتش كاليتي مزيانه. مي لو بلوز امبورطون سي كو خصي يبانو ديك الجوانب الاربعه وتكون بي دي اف. دونك انا خديت صوره من التليفون عاديه ورديتها بي دي اف. صافي غير سردتها في ديك الساعه توني فاليدي، ما ديك ما تعطلت لي شي. و لا غدا سردوا لي الكود. الكود اون فيت بقى لي واحد 3 سيمين عاد وصلني. دونك كاين الناس اللي كيتعطلوا من الكود، كاين بحال دابا انا 3 سيمين، كاين اذا فات شهر خصك تعاود تطلب ان اوتر كود. سينو كاين واحد الطريقه اخرى تقدر تفعل هذا الكود غير بلا كارت ناسيونال، تقدروا تفتشوا في اليوتيوب راه تلقاو الطرق. فوالا او صافي. باش ما ننساش واحد الحاجه، هاد الطرق اللي وريتكم باش تحققوا بهم الشروط خدموا بهم غير حتى تفعلوا القناه ديالكم فقط، من بعد ما تعودوش تخدموا بهم من الاحسن. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للقنوات اللي عاد تحلت. كنقول لهم حظ سعيد، ما تفقدوش الامل، صح المشوار طويل بالحق ضروري عتوصلوا. فوالا شكرا بزاف.